أعظم وأقوى النساء الأمازيغيات في التاريخ، انحنى لسلطتهن الرجال وخاف من بطشهن الشجعان والذلال. عنهن اليوم سيكون هذا التقرير من قناتنا منارة الثقافة. قبل أن نواصل عزيزي المتابع، ندعوك إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وترك تعليق أسفله. في المرتبة الأولى طبعا الملكة الأمازيغية ديهيا أو تيهيا، تعرف في المصادر التاريخية العربية بالكاهنة الداهية، وهي امرأة احترمها أعداؤها قبل أصدقائها. حكمت قومها الأمازيغ خلفا للملك كسيلة لتصبح ملكة أغلب شمال إفريقيا. كانت ملكة وقائدة عسكرية عظيمة، وعرفت بشدة بأسها وقوتها، حيث قاومت الرومان وهزمتهم وتصدت للجيوش الإسلامية وانتصرت عليهم. ولقد كانت أول امرأة تهزم المسلمين في فتوحاتهم الأولى، حيث طاردت فلولهم إلى أن أخرجتهم من إفريقية كما وصف ذلك ابن خلدون. صمدت إلى آخر رمق وقتلت بشهامة في أرض المعركة. قال عنها ابن خلدون في كتاب العبر: دي هي فارسة الأمازيغ التي لم يأتي بمثلها زمان، كانت تركب حصانا وتسعى بين القوم من الأوراس إلى طرابلس، تحمل السلاح لتدافع عن أرض أجدادها. ولقد كتب عنها المؤرخ المراكشي: جميع من بإفريقيا من الرومان منها خائفون، وجميع الأمازيغ لها متيعون. وبالتالي تعد ديهيا من أعظم النساء الأمازيغيات في التاريخ، إن لم نقل بأنها الأعظم. نمر الآن إلى صاحبة المرتبة الثانية، وهي الملكة الأمازيغية تين هينان. هي ملكة قبائل الطوارق، ولقد حكمت في القرن الرابع ميلاديا. كانت تين هينان ملكة متفردة، فكل الروايات والآثار تثبت بأنها كانت تدافع عن أرضها وشعبها الأمازيغي ضد الغزاة الآخرين من قبائل النيجر وموريتانيا الحالية وتشاد. ارتبطت بها الكثير من الأساطير، وعرف عنها أنها صاحبة حكمة ودهاء، وبأن لها قدرات خارقة في القيادة والإقناع. تم اكتشاف ضريحها بعد حفريات مشتركة لخبراء فرنسيين وأمريكيين سنة 1925. ولقد تقاسم هؤلاء المستعمرون كنوز تين هينان التي عثروا عليها. نمر الآن أعزائي إلى امرأة أمازيغية قوية أخرى، وهي زعيمة الأمازيغية زينب النفزاوية. كانت امرأة عظيمة، طموحة، لبيبة، ذات رأي وحزم، لا ترضى من الرجال إلا بذوي الهمم من الملوك والقادة. كانت أيضا بديعة الجمال، فيقال بأنها كانت من أجمل النساء في التاريخ الأمازيغي والإسلامي. اسمها الكامل زينب بنت إسحاق النفزاوية، واسمها بالأمازيغية زينة نفزاوت. تنحدر من قبيلة نفزة الأمازيغية، ولقد قال عنها ابن خلدون: كانت إحدى نساء العالم المشهورات بالجمال والرياسة. كما قال عنها ابن أثير في الكامل: كانت من أحسن النساء، ولها الحكم في بلاد زوجها ابن تاشفين. تزوجت عدة قادة، وكان آخرهم الملك الأمازيغي يوسف ابن تاشفين. فقيل عنها في ذلك: كانت عنوان صعده والقائمة بملكه والمدبرة لأمره والفاتحة عليه بحسن سياستها لأكثر بلاد المغرب. ويقال بأن زوجها أبو بكر ابن عمر قد شرع ببناء مراكش حتى تكون مقر إقامة لزينب. ونأتي الآن إلى رابع امرأة في هذه القائمة، وهي السيدة الأمازيغية كنزة الأوروبية. كانت كنزة ابنة زعيم قبيلة أوربا الأمازيغية، تولت المشورة بعد وفاة زوجها إدريس الأول الذي كان هاربا من بطش العباسيين. ولقد لعبت هذه المرأة دورا هاما في إرساء قواعد الإمارة الإدريسية، خاصة بعد وفاة زوجها إدريس الأول، حيث أظهرت تفوقا كبيرا في حسن الإعداد لخلافة الحكم، وكانت خير نصير لزوجها إدريس الأول بعدما فر هاربا طريدا من المشرق، فاستنجد واحتمى بالأمازيغ الذين استجابوا له ودعموه بكل ما استطاعوا. عاشت كنزة الأوربية في القرن الثامن ميلادي، وتعتبر إحدى أعظم وأقوى النساء الأمازيغيات. ولقد ساندت حفيدها الأكبر محمد ابن إدريس الثاني، وساعدته في اتخاذ قرارات مصيرية. وأما آخر امرأة سنتحدث عنها في هذا التقرير، فهي البطلة الأمازيغية ليلا فاطمان سومر، التي كانت إحدى أشهر وجوه المقاومة للاستعمار الفرنسي. قادت قومها في عدة معارك، وأطلق عليها مؤرخ فرنسي لقب جون دارك جيرجا، حيث أن فاطمان سومر بدأت بالجهاد أيضا في سن صغيرة، فوهبت نفسها للنضال منذ كانت في 19 من عمرها. تظاهرت بالجنون حتى لا تعيش كباقي النساء في حياة زوجية، في الوقت
الوقت الذي كان طموحها الحقيقي أن تناضل ضد الاستعمار، وهذا ما كان لها حقا حيث حاربت ببسالة إلى أن وقعت في الأسر. وتعتبر فاطمة نصومر إحدى أعظم وأقوى النساء الأمازيغيات. أعزائي، هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، نتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي، أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.